السلام عليكم، أهلا بكم في محاضرة رقم 5 من كورس الأوتوكاد. في المحاضرة ديت إن شاء الله هتبقى تمارين زي ما قلت المحاضرة السابقة، ودي مجموعة التمارين اللي اخترتها. مطلوب مننا إن احنا نرسم مجموعة التمارين دي في المحاضرة دي. أنا هرسم بس اتنين، هرسم أنا اتنين في المحاضرة، وباقي التمارين هسيبها لك تحت الفيديو، بحيث أول ما أخلص الفيديو تبدأ أنت تتحمل التمارين ديت. هتلاقي لينك تحت الفيديو، هتحمل التمارين وتبدأ ترسمها مع نفسك. التمارين ديت مطالب ان احنا نستخدم فيها الادوات اللي احنا اللي انا شرحتها في البرنامج. يعني لو انت تعرف اي اداه غير اللي انا شرحتها فيا ريت ما تستخدمهاش، ما ينفعش ان احنا تستخدمها، تستخدم بس الادوات اللي انا شرحتها، ودي كافيه اللي انت ترسم بيها الثمان تمارين دول. انا هرسم، هاخد من المجموعه الاولى هاخد التمرين ده، ومن المجموعه الثانيه هاخد التمرين ده. باقي الست تمارين ان شاء الله مفيهوش حاجه فيهم تقف معاك، ولو في اي حاجه وقفت معاك عندك الاكونتات بتاعتي فممكن تتواصل معايا فيها. نبدا باول رسمه. الرسمه دي ادي صفحه الكات اهي. عايزين نحط الرسم نوت، او عايزين نحط صوره الرسم نوت، بحيث ان احنا نبقى نرسم نوت والرسمه معانا شايفينها في نفس البرنامج. هروح انا على قائمه انسرت، واقوم ضاغط على الاختيار اللي هو ريستر الماجي ريفرنس، وبعد كده تحدد اللوكيشن بتاع الصورة أو الصورة اللي أنت عايزها. أدي الصورة اللي بتاعت اكسرسايز 1، وأقوم ضاغط أوبن، بعد كده أوكي، وبعد كده بقول له حطها فين، أقول له حطها وليكن هنا، وخلي السكيل، بيقول له حط لي السكيل وليكن خليها بالمقاس ده. تمام كده، إيه ضاف لي الصورة بتاعتي هنا عشان أنا برسم وهي جنبي. زي ما عرفنا في او اخدنا في اعدادي هندسه، ان لما بتيجي ترسم اي رسمه عمليات هندسيه بتبدا بالمحاور بتاعتك. هنا عندي في المحاور، هنا عندي في الرسمه ديت كم محور؟ ما عندي ثلاثه. ادي واحد راسي اللي هو الراسي اللي في النص ده، واتنين هوريزونتال، المسافه بينهم كام؟ 46. تمام، يبقى اول حاجه نرسمها ايه؟ نرسم المحور الراسي. اقوم رايح للاين، اقول له اختصار ال انتر، واقوم اخد خط فيرتيكال كده اهو بالشكل ده. تمام، بأي طول. بعد كده اهوت ارسم ليه؟ ارسم الاثنين اللي هو الهوريزونتال. هرسم اللي فوق ده اهوت، اقول له ال انتر، او اضغط مسطره لان الامر اخر امر انا اخده لاين. بعد كده اهوت اقوم جاي كده في اي مكان واعمل خط ايه؟ خط هوريزونتال. بعد كده انا عايز اعمل خط يوازي الخط ده، وعلى مسافه كام؟ 46 لتحت. اقوم جاي ضغط مسطره، يبقى انا كده فعلت اداه لاين. اجي نوت من على النقطه ديت، من الاند بوينت ديت، واقوم نازل كده لتحت، فجاب لي ايه؟ جاب لي دليل اخضر اللي هو الاكستنشن اللي احنا كنا شرحناه في الاوبجكت سناب. لو انت مش فاكره هتيجي من هوت اهوت وتشغلي الاكستنشن دي. اول ما توقف على الاند بوينت ديت يظهر لك دليل اخضر اهو، هتقوم نازل لتحت كده اهوت، وتقوم ضاغط كام؟ 46. 46 انت، فكده جاب لي ايه؟ بدايه الخط اللي هو تحت ده. اقوم ماشي خط هوريزونتال بالشكل دوت، واقوم ضاغط كليك شمال. كده انا رسمت التلات ايه؟ تلات خطوط دول. محتاج ان انا ايه؟ احددهم، اغيرهم لسنتر لاين. ممكن اجي كده على اي واحد، واقوم رايح على من قائمه بروبرتس، اقوم جاي اخد اخر اداه اللي هي اللاين تايب، واقف عندها واقول له اذر لان مش موجود السنتر لاين، واقول له هنا لود. بعد كده احدد السنتر لاين بتاعي اهو، ادي السنتر لاين اهو، واقول له اوكي. بعد كده اوقف على السنتر دهوت، واغير الجلوبال سكيل فاكتور، اخليه وليكن نص. بعد كده نشوف اوكي. تمام، احدد الخط واقوم رايح على اللاين تايب واقول له سنتر. كده اتغير، كده اتغير، اقوم مكبر الجلوبال سكيل فاكتور، اروح انا على سنتر واقول له اذر، واخلي الجلوبال سكيل فاكتور وليكن 3. اوكي، كبر معايا اهوت، ممكن اكبره كمان، اقول له اذر جلوبال سكيل فاكتور خلوه لي وليكن 5 او 6. اوكي تمام كده. بعد كده اروح على الماتش بروبرتس، او احدد الخط الاول واروح ماتش بروبرتس، واقول له عايز الخط ده سنتر والخط ده سنتر لاين. تمام لحد كده. تمام، ايه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده كنا بنقول ان احنا بنرسم الدوائر اللي احنا عارفين السنتر بتاعها ونص القطر بتاعها. طب فين الدوائر اللي احنا عارفين نص القطر بتاعها والسنتر؟ الدايره اللي هي ار 13 دي، والـ ار 13 اللي تحت دي. اقول له سي انتر على السيركل، واروح هنا يقول لي ايه؟ في نقط اللي انترسكشن، لو مش ظاهره اهي على الخطين جاب لي انترسكشن اللي احنا شرحناه من الاوبجكت سناب اهي، لازم تفعل الانترسكشن دي. تمام، بعد كده اقوم واقف هنا اهو، واقوم ضاغط نص القطر اللي كام؟ 13. اقوم واحد ثلاثة انتر.
تمام. بعد كده اقول له اضغط مسطره معايا السيركل، واقوم رايح على على الانترسكشن دي، واقوم ضاغط مسطره ومسطره اهو، اضغط ومسطره تاني، بقوم بحدد السنتر واقوم ضاغط مسطره، ضغطت مسطره تانيه لان ايه؟ لان هو اخر دايره 13 فبيرسم لي اللي بعدها كمان 13. يعني لو جيت ارسم الدايره كده اهوت سيركل وقفت كده اهوت، فبيقول لي اخر دايره انت راسمها كام؟ 13. بص تحت نوت بيقول لي كام؟ بيقول لي راديوس 13. لو انا قلت له انتر فكده رسمها لي بايه؟ براديوس 13 اهي. تمام؟ تمام لحد كده ماشي. طيب بعد كده، بعد كده بنرسم الدوائر او الممسات. طيب فين المماس هنا؟ اهوت في مماس معايا ار 40 اهو. طيب ار 40 ده اهوت عامل مماس ليه والايه؟ مماس للسيركل 13 دي والسيركل 13 دي. اروح لسيركل سي انتر واخد التان تان راديوس لانه معايا دايره مماسين وليها نص قطر. اقول له تي انتر، اقول له انا عايز اعمل مماس من هنا ومماس من هنا. شوف التكه هتفرق، شوف التكه، التكه هتفرق. بعد كده بيقول لي دخل نص القطر، اقول له 40 انتر. تمام. طيب تعالى نعملها تاني. لو انا ضغطت امس اخد دي واعمل لها ديليت، اقول له سي انتر، بعد كده اقول له تي انتر، بعد كده وليكن لو قلت له من هنا ومن هنا وقلت له 40، فشوف رسم لي الدايره فين. تمام. فخلي بالك ايه؟ خلي بالك هنا التكه هي اللي بتفرق. حدد الدايره ديت واقول له ديليت، بعد كده ارسم التانيه سي انتر واقول له تي انتر، اعمل لي هنا مس هنا ومس لي هنا واقول له 40 او هي اخر حاجه تحت 40 اهي، فاقول له مجرد ما اضغط انتر فكده رسم لي الدايره. تمام. تمام. طيب في حاجه تانية، في الدايره اللي هي ار 40 ديت من نفس السنتر بتاع الدايره اللي هي في ار 30 اهي، سوري، من نفس السنتر اللي منها ار 40 اهي. اقوم اخد سيركل تاني سي انتر، بعد كده انا عايز ارسمها بمعلومات السنتر، معلومات السنتر ونص القطر. اقوم رايح على الدايره ديت فجاب لي الكوادرنت، اقوم شايل الكوادرنت، اروح انا اشيل الكوادرنت واقوم حاطط السنتر عشان يجيب لي السنتر بتاعه لان انا عايز ارسم من السنتر بتاعه. اقوم رايح على الدايره دي كده فجاب لي السنتر، اقوم واقف كده كده خلاص. مش لازم تروح على السنتر وتضغط، اول ما يظهر لك سنتر فتقوم ضاغط فيقوم يلوت معاك. طيب السنتر بتاعها النص قطر بتاعها كام؟ 30. تقوم ضاغط 30 انتر فكده رسم لي الدايره. تمام. تمام. فاضل حاجه واحده اللي هي ايه؟ فاضل ار اللي هي خمسه دي وزيها ار خمسه دي. طيب هي فين ديت؟ معموله مماس ما بين الدايره اللي هي 13 وما بين الدايره اللي هي 30. يبقى اروح بي 10 10 راديوس او سي انتر، بعد كده اقول له اي انتر وهقول له التكه هنا بتفرق، اقول له انا عايز من هنا وعايز من هنا واقول له نص القطر كام؟ خمسه انتر. تمام كده. تمام. نفس الكلام سي انتر، بعد كده تي انتر، اقول له من عايز من هنا ومن هنا وهقول له خمسة انتر او اضغط انتر فكده ارسم. كده انا رسمت كل الدوائر وكل حاجة، في الناقص اللي انا اعمل ايه؟ انا اعمل تريم للرسمة دي كلها او اشيل الحاجات الزيادة. لو جيت اخدت تريم تي اختصارها تي ار، اقول له انتر، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له ايه سيلكت اول، او ممكن اضغط انتر واقعد اشيل حتة بحتة، وممكن تاني اقول له ايه؟ اقول له حدد لي الدايرة دي والدايرة ديت واقول له انتر او مسطره واقول له شيل الجزء ده. تمام. بعد كده اضغط ايه؟ اضغط اسكيب. انا عايز اشيل ايه؟ عايز اشيل الجزء ده كده والجزء ده، يبقى حدد الدايرتين الصغيرين دول، اقول له تي ار انتر، اقول له الدايره دي والدايره دي انتر، شيل الجزء ايه؟ الجزء ده. تمام كده. تمام. فاضل لي انا ايه؟ عايز اشيل الجزء اللي هنا ده والجزء اللي هنا ده، اقول له تي ار، سوري، تي ار انتر، اقول له الدايره دي والدايره دي، شيل لي انتر، شيل لي الجزء ده، سامين انتر، اقوم ده تاني تي ار انتر، اقول له الدايره دي والدايره دي والدايره دي انتر، شيل لي الجزء ده وشيل لي الجزء ده. بعد كده اقول له سكيب، فاضل انا اشيل الجزء ده والجزء ده، اقول له تي ار انتر، اقول له السيركل دي السيركل دي، بعد كده مسطره، اقول له شيل الجزء ده. مش عايز يشيل الجزء ده ليه؟ مش عارف. طيب هناخدها من اللي فوق ديت. وفي هو هنا مش عايز اخد الجزء ده لانه هو مماس مع القوس ده، بس لازم اخد احدد ده واحدد القوس اللي فوق ده. تمام. عشان يشيل الجزء اللي في النص ده، يبقى اقول له تي انتر، تي ار انتر، واقول له الجزء ده وده وده انتر، واقول له شيل الجزء ده وشيل الجزء ده،
اقول بعد كده اقول له سكيب. يبقى كده رسمنا ايه؟ رسمنا الرسمه خلاص بتاعتي. تمام. لو انا عايز اشيل الباقي الزيادات ديت اقول له ايه؟ اعمل وليكن سيركل كده اهوت كده. تمام. عشان اشيل الزيادات يعني بتاعت السنتر لاين. تمام. بعد كده اهوت اقول له اداتي اللي كنا بناخدها بتاعت اللي هي بتاعت اكستريم اكس تي ار اي ام اكستريم. بعد كده انتر. بعد كده احدد الدايره. بعد كده اضغط بره. يبقى كده خلاص ايه؟ شال كل الزياده اللي بره الدايره. تمام كده. تمام. يبقى هشيل السيركل ديت خلاص مش عايزها، اقول له ديليت. تمام كده. كده رسمنا ايه؟ رسمنا الرسم. عايز تعمل سيف للرسمه وعايز تشيل الصوره، فبتحدد الصوره كده، بتقف على الصوره اهي، حدد الصوره اهي، بعد كده بتعمل لها ديليت. فكده الصوره راحت، تقدر اللي انت ايه؟ تقدر اللي انت تسيف الرسمه بتاعتك. تمام. دي كان اول تمرين، مفيهوش اي حاجه. ان شاء الله باقي التمارين هتبقى سهله زي كده. انا هعمل ديليت للتمرين دوت، وناخد التمرين اللي بعده. هذا ديليت. هناخد الصوره اللي بعدها، اروح برضو من قائمه انسرت واقول له ريستارت ايمج ريفرنس، واقول له هات الصوره التانيه. بعد كده اقول له اوبن اوكي، واقوم حاططها هنا، صفر شويه بالشكل ده كده. تمام. التمرين ده اصعب من التمرين اللي فات بشويه، مش كتير ان شاء الله يعني. زي بنفس الطريقه بنبدا، اول حاجه بنرسم السنتر لاينز بتاعتنا. هنا معايا سنتر لاين فيرتيكال، ومعايا سنتر لاين هوريزونتال اهوت، وفي سنتر لاين هوريزونتال اهوت، وفي سنتر لاين هوريزونتال كمان اهو، وفي اتنين سنتر لاين كيرفات. فاول حاجه نرسم الفيرتيكال، اقول له ال انتر، اعمل سنتر لاين فيرتيكال. تمام. بعد كده هاخد السنتر لاين الهوريزونتال ده، اقول له انتر برضو، لان اخر امر احنا مفعلينه اونلاين. ادي سنتر لاين هوريزونتال. بعد كده عايز ارسم التاني اللي على مسافة 70 منه، بنفس الطريقة اقول له الانتر، واقوم جاي هنا واعمل ايه؟ ظهر لي الاكستنشن اهوت، اقول له ايه؟ 70. ادخل مسافة 70 انتر. فكده لقط من هنا بعد مسافة 70 من الخط اللي فوق ده اهوت، السنتر لاين اللي هو الهوريزونتال ده. بعد كده امشي هوريزونتال، واقول له اعمل لي واحد بالشكل ده. في واحد كمان على مسافة 10 من اللي تحت، هقول له انتر، وكده اجي من هنا واقوم طالع المرة دي لفوق، واقول له المسافة 10 انتر، واعمل لي سنتر لاين بالشكل ده. تمام. تمام. فاضل معايا اتنين سنتر لاين اللي هما الدايرتين دول. طيب الدايرتين دول اجيبهم ازاي؟ بص كده ركز معايا في الحتة دي. انا معايا من السنتر ده، من السنتر ده اهو الماوس، انت شايفه؟ هحاول اكبر لك الماوس شويه. اروح على اوبشن ان هوت، واكبر هنا البوكس ده، اقول له اوكي. اوكي كده الماوس كبر معايا اهو كده. مش شايفه برضو؟ مش شايفه؟ ماشي اهو، هو اعتقد واضح اهو. المهم يعني من السنتر اللي فوق ده هوت بيقول لي ان الدايره ديت كام؟ ار 25. طيب بص كده اهوت، هنا ديت ار كام؟ ار 4. ار 4 ديت مماثله مع ار 25، والسنتر بتاعها على الاثنين سيركل اللي هم السنتر لاين دول. يبقى المسافه من هنا، من السنتر لاين ده لحد الخط ده او لحد القوس ده هوت كام؟ المسافه دي 4 اللي هي نص القطر ده. يبقى انا هاجي المسافه ما بين السيركل اللي فوق دي والمسافه ما بين السيركل اللي فوق ديت كام؟ 4 اللي هي نص القطر ده. تمام. يبقى انا هاجي البان ار بتاعه القوس اللي تحت ده هوت، القوس اللي تحت ده اللي هو اللي فوق في الاثنين، بس اللي هو ليه يعني معايا دايره هي ار 25، القوس اللي تحت ده هيبقى 25 ناقص 4 اللي هو كام؟ 21. اقوم جاي كده هوت من السنتر ده، من السنتر ده او الانترسكشن ده، او ارسم ايه؟ ارسم دايره نص قطرها كام؟ نص قطرها 21. اقول له سي انتر، ويقول له تعالى على الانترسكشن دي، واقول له 21. الدايره نص قطرها 21 انتر. تمام. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ جبنا اول دايره اللي هي فوق دي. تعالى نجيب الثانيه بنفس الطريقه. هنا معايا بيقول لي من السنتر اللي تحت لحد السيركل دي او الكيرف ده كام؟ ار 23. وقلنا المسافه من هنا لحد هنا زي المسافه من هنا لحد هنا كام؟ 4. يبقى المسافه من هنا لحد السنتر اللي هو ده اللي هو تحت في الاثنين السنترين دول كام؟ مسافة 4. يبقى اجمع الاربعة على 23 يبقى كام؟ 27. يبقى انا اجي من هنا
من الانترسكشن اللي تحت ده واقول له كام المسافه، اعمل دايره سيركل سي انتر واقول له المره دي من الانترسكشن ده واقول له كام، اقول له 23 و4 27، اقول له نص قطرها كام 27 انتر. التقاطع بتاعهم، التقاطع ده في دايرتين كام، دايرتين اللي هو ار 4، اقول له سي انتر اقول له تعال على الانترسكشن ده وارسم لي دايره نص قطرها 4 انتر. نفس الكلام اقول له سي انتر وتعال على السنتر ده كده او الانترسكشن ده كده واعمل لي دايره نص قطرها 4 انتر. تمام. طيب اللي بعد كده ايه؟ يبقى احنا كده رسمنا الدايرتين الصغيرين دول، فاضل دايرتين اللي هي واحده ار 25 من السنتر اللي فوق دهوت، اقول له سي انتر واجي على الانترسكشن ده كده واقول له نص قطرها كام 25 2 5 انتر. تمام. بعد كده اللي تحت ديت اللي هي كام، اللي هي 23 بس من السنتر اللي تحت، اقول له سي انتر واقف عند الانترسكشن اللي تحت ده كده ونص قطرها كام 23 2 3 انتر. تمام كده. بعد كده الترمات بتاعتنا ديت نبقى في الاخر. يبقى احنا كده رسمنا مجموعة الدائر اللي تحت دي. تمام. بعد كده نطلع على ايه؟ نطلع على الدايرتين اللي فوق ديت مع دايرتين فاي 14 وفاي 24 من غير ما تحسب النص القطر وكده، اقول له سي انتر. بعد كده احدد السنتر بتاعها اهوت. بعد كده بقول لي اشتغل بنص القطر ولا القطر، اقول له دي انتر انا عايز بالقطر. القطر الاولى 14 اقول له 14 انتر. بعد كده 24 بنفس الطريقه اقول له سي انتر. بعد كده احدد السنتر. بعد كده اقول له انا عايز بالقطر دي انتر واقول له القطر 24 انتر. تمام. بعد كده عايز الخطين دول المسافة بينهم 14، يبقى انا امشي كده 7، اقف من ده كده امشي 7 يمين و7 شمال، اقول له ال انتر اقول له تعالى عند الخط ده كده وامشي كده يمين واقول له ادخل مسافة 7 انتر. بعد كده اخد خط ايه، خط فيرتيكال لحد هنا بس، يا دوب بس يقطع اللي هو ليه، يقطع الدايرة دي والدايرة دي اللي هو يتقطع ما بينهم، الدايرة اللي هي دي والدايرة دي بنفس الطريقة بس هنمشي المرة دي للشمال. اقول له ال انتر اقف عند الاند بوينت ديت واقوم ماشي للشمال واقول له مسافة 7 انتر. تمام. بعد كده اقوم نازل فيرتيكال لتحت بالشكل ده كده. بعد كده هو تاخد الترمات بقى، هناخد المرة دي بقى ترم اول، يعني هاخد ترم اللي احنا هنعمل سيلكت اول لكل الشكل بتاعي ونشيل حتة بحتة، اقول له تي ار انتر وبعد كده اقول له انتر. بعد كده اقول له يشيل لي بقى دي الزيادات، تعالى من فوق كده شيل ده وتشيل ده وتشيل ده. تمام. بعد كده ده سنتر لاين ما شيلوش، شيل ده وشيل ده وشيل ده. بعد كده الجزء ده والجزء ده مش موجودين. تمام كده. بعد كده ايه، بعد كده اول حاجة نشيل الار 4 اللي جوه دي، الجزء ده والجزء ده والجزء ده، وزي الناحية التانية معانا جزء اهو هنا. على فكرة الدايرتين هنا مش جايين مع بعض، في غلطة هنا في الدايرة دي، في غلطة في الدايرة دي مش مرسومة في السنتر، تقريبا مش مرسومة في السنتر اهي. اقول له تاني سي انتر، تعالى على الانترسكشن ده كده اهي واقول له 4 انتر. تمام. ما صارت ايه، انا كنت ما كنتش راسمها في السنتر، خلي بالكم يعني من النقطة دي، انت لما تكبر بتظهر معاك. اخد ترم تاني تي ار انتر واقول له انتر عشان تحدد كله، ونشيل الجزء ده نشيل الجزء ده نشيل الجزء ده. في الدوائر اللي هي الكبيره ديت لحدد الاثنين سنتر ده وده لحد القوسين دول، ارجع خالص اخرج خالص واقول له تي ار انتر واقول له حدد لي الكيرف ده والكيرف ده انتر، شيل لي ده وشيل لي ده. تمام. بعد كده اهوت انا عايز دول سنتر لاين ده وده، فهشيل لحد الخط ده اقول له تي ار انتر واقول له حدد لي الخط ده انتر، شيل الجزء ده كده وشيل الجزء ده كده. تمام. يبقى احنا كده خلصنا الجزء اللي تحت، عايز بس نشيل الخط ده والخط ده، اقول له تي ار انتر انتر واقول له شيل الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده، كمان الجزء ده والجزء ده، شيل من تحت بقى عشان ما يقوليش ان في جزء عايز يتمسح. لو عملت كنترول زد كنترول زد كنترول زد، لو جيت اخدت الجزء ده كده الجزء ده كده والجزء اللي تحت ده مش هيرضى يتمسح لانه يبقى اوبجكت واحد، فلازم عشان امسحه لازم احدده كده واقول له دي، فخلي بالكم يعني من النقطه دي. كده الرسم خلصت معايا، كده الرسم خلصت معايا، ما فاضلش غير ان انا ايه احول الخطوط بتاعتي ديت من خطوط عاديه لسنتر لاين.
اقوم واقف على اي خط وليكن دوت، وراح عند اللاين تايب هنا، واقوم اخد ايه، اخد خط سنتر. انا كنت مظبط الخط الجلوبال سكيل فاكتور بتاعه، فخلاص ايه مظبط اهو. كل اللي عليا اللي انا احدده، واروح على الماتش بروبرتس واقول له ايه، اقول له حدد لي الخط ده سنتر، والاتنين اللي تحت دول، وده سنتر وده سنتر. تمام كده، تمام. عايز اغير بقى في الرسمة، عايز مثلا الدايرة دي تلونها الكولر بتاعها، وليكن اخليها لونها احمر، عايز اخلي الدايرة دي كمان لونها احمر. انت بقى مع نفسك ايه الحاجات اللي احنا خدناها، فاقعد العب في الرسم بتاعك. وزي ما قلت لك، لو انت عايز تعمل سيف لديت من غير الصورة، فتقدر تيجي هنا على الصورة تحددها كده، وبتيجي عامل ايه ديليت من الكيبورد. تمام، فكده الرسمة بتاعتنا ايه اترسمت، اهيت ما فيهاش اي مشكلة. اتمنى ممكن انتوا ترسموا مجموعة التمارين اللي هنزلها لكم تحت الفيديو، وهتلاقي في جروب تحت الفيديو، جروب على الفيس، بحيث ان احنا الرسومات اللي انت ترسمها لو عرفت تصور ليها فيديو، تعمل سكرين شوت للفيديو وتنزله، هيبقى افضل من اللي انت ايه من اللي انت من اللي انت ترسمها وتنزل الصورة. فاتمنى انكم تشاركوا بالفيديوهات بتاعتكم النهارده ان شاء الله او بكره، بحيث ان احنا نقدر بعد كده هو ناخد تمارين اكتر عشان نخلص بسرعه باذن الله. اشوفكم على خير المحاضره القادمه باذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.